مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما الوصفات اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بقى هوريكم كل أسرار البيتزا، من أول العجينة للصلصة للحشوة، إزاي تطلع البيتزا حلوة، إزاي الحشو ما تقعش من البيتزا، إزاي تخلي الموتزاريلا تمط منك في البيتزا، إزاي تعملي عجينة ناجحة 100% ذهبية، إزاي تطلع معاك البيتزا من تحت شكل المحلات بالظبط ومن فوق الحشوة ماسكة فيها، وإزاي تحشي حروف البيتزا، وازاي تعملي صلصة بيتزا احلى من الجاهزة مليون مرة. كل ده ان شاء الله هتعرفيه معايا في الفيديو النهاردة. بصراحة بعد ما تحضري الفيديو ده يستحيل تبوظ منك البيتزا تاني، ويستحيل ما تكونش معاك البيتزا احلى من المحلات، اطرى واجمل والذ واشهى بيتزا ايطالية ممكن تكوني اكلتيها في حياتك، لان البيتزا عجينة وصلصة. لو ظبطت معاك العجينة والصلصة هتعملي احلى بيتزا. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت بقى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو على طول باللون الأحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ويلا لايك للوصفة، كومنت حلو يشجعني، ويلا نبدأ حالا. أولا هنبدأ بعجينة البيتزا. عجينة البيتزا عبارة عن مية دافية عليها معلقة سكر، معلقة سكر صغيرة، وباكو خميرة فورية، ولازم الخميرة تكون فورية، معلقتين من زيت الزيتون. لو مش متوفر زيت الزيتون نقدر نستخدم الزيت العادي، بس يستحسن نوعية تكون نظيفة يعني كويسة. وطبعا الدقيق أهم حاجة، الدقيق في البيتزا لازم يكون دقيق مخبوزات من الدرجة الأولى، يبقى مكتوب كده على الكيس للكيكات والكيك الإسفنجي والبيتزا. وطبعا يعني زي ما قلت لكم أهم حاجة العجن. برضو السر التاني في البيتزا إنك لازم تعجنيها كويس جدا. البيتزا لازم تتخدم كويس في العجن، ولازم العجن بتاعها يبقى عجن زي ما تقولوا كده واخد وقته. يعني لو انتوا مثلا هتعجنوا في العجان هياخد 5 دقايق، على ايديكي 10 دقايق، مش اقل من كده ابدا، لان اقل من كده العجينة عمرها ما هتبقى معاكي بمطة عجينة بره، هتبقى زي عجينة العيش. احنا عايزين نوصل العجينة ان هي تبقى حلوة. كمان في خطوة حلوة لازم بنعملها، ان احنا بنبل ايدينا زيت في نص العجن. يعني اول ما نوصل ل3 دقايق من العجن بنبل ايدينا من الزيت، وبعد كده نطلع العجينة ونفضل نعجنها كأننا بنعمل مساج كده للعجينة، بنفك العجينة من بعضها. الاسرار دي اسرار البيتزا الايطالية الاصلية. في حاجة اسمها تخمير بطيء وتخمير سريع. انا في الصيف دايما بفضل التخمير البطيء، لكن في الشتاء بفضل التخمير السريع. بنخمر البيتزا وبنسيبها حوالي، ما نخمرش البيتزا في مكان سخن، بنخمرها في مكان بارد يعني شويه، هتلاقوا ان التخمير بتاعها بقى احلى. وبنخمرها لمده 3 مرات، وكل مره بنشوف فش الخمر منها ونسيبها تخمر تاني. نبدا في الوقت ده نعمل صلصه البيتزا. الصلصه بتكون معايا كالاتي: بجيب بصلايه واكون مقطعاها رفيع واشوحها في زيت مع ملح وفلفل، وبعد كده قبل ما البصلايه تاخد اي لون بنزل عليها مكعبات الطماطم، وبعد كده بزودها بمية دافية وبقلبهم كويس، عشان هنضيف دلوقتي الاضافات اللي هي هتخلي معايا صلصة البيتزا تاخد طعم تاني. بس بعد ما نديها غلوة او تسبيكة خفيفة ببدأ ان انا بضيف الاضافات. اضافاتي هي عبارة عن معلقة من السكر بتعادل حموضة الطماطم، ومعلقة من الزعتر، ودي مهمة جدا جدا جدا. ممكن نستخدم الريحان بس الزعتر بيدي ريحة اقوى. ورقة لورا ما تكونش مطحونه ولا اي حاجه، ومعلقه من الشطه، ومعلقه نص معلقه من ثوم البودر والبصل البودر. لو مش متوفر ثوم البودر والبصل البودر ممكن نضيف ثوم، فصين ثوم عادي. وطبعا معلقتين من الخل، ومعلقه من صلصه الطماطم، ودي مهمه جدا. مهما كانت الطماطم عندك حلوه وكويسه ومسبكه وزي الفل، لازم تضيفي في صلصة البيتزا صلصة الطماطم، لأن صلصة الطماطم هي اللي بتظبط الطعم، بتظبط التحديقة بتاعة صلصة البيتزا. بنسبكهم شوية على البوتاجاز، وبعد كده بنضربهم في الهاند بلندر أو في الخلاط يوصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. نرفعهم على البوتاجاز لمدة 5 دقايق، وبعد كده بنسيبهم يبردوا خالص، وبعد كده نشتغل بيهم. في الوقت ده هنشوف ان البيتزا بتاعتي اتخمرت، العجينة زي ما انتوا شايفين حلوة جدا جدا، طرية بتتلم معايا بمنتهى السهولة، مش بتلزق كتير، بس بالرغم من كده العجينة طرية وهشة قوي قوي، تحسوا ان هي عجينة كيكة مش عجينة بيتزا. ده السر الاساسي. بس قبل ما نقول اي حاجة، يلا لايك للفيديو، واشتراككم في القناة يشرفني، لان ان شاء الله هنزل لكم حاجات حلوة كتير جدا جدا. لحد دلوقتي احنا ماشيين صيام، يعني ممكن احنا نمشي على
كده. والحشوة دي يا جماعة تقدروا تعملوها في أي وقت، يعني تقدروا تعملوا أي حشوة. السر بقى اللي من تحت بيخلي البيتزا تطلع معانا زي بتاعة المحلات، إن أنا أجيب صينية أدهنها زيت وأرشها سميد البسبوسة. سميد البسبوسة هو اللي بيدي الشكل الحلو بتاع البيتزا اللي بنجيبه من تحت. سميد البسبوسه بيخلي البيتزا ما تتهريش منك من تحت، ما تلسوعش كده، تطلع حلوه وطريه وذهبيه. بفرد العجينه وببل ايدي من الزيت، وببدا ان انا افرد العجينه من جوه لبره، ما بفردش العجينه من بره، لا لازم الطرف يبقى اتخن شويه من وسط العجينه. وبعد ما بفردها، خلي بالكم العجينة مش بتتفرد مرة واحدة، لا بنفردها على مراحل، بنفردها شوية بعد كده بنسيب، بعد كده نفردها شوية. دي بقى الجبنة الموزاريلا اللي احنا عاملينها في البيت، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو حابين تعملوا جبنة موزاريلا بيتي، ارخص واوفر واحسن بكتير. شايفين صلصة البيتزا ما تفرقوهاش ابدا عن اللي بنشتريها في البطرمانات من بره، طعمها مش عايزة اقول لكم طعمها ايه، ومش قادرة اوصف لكم ريحة الصلصة، يعني من قبل ما تدخل حتى الفرن ريحتها تحفة بجد يعني، ولونها قوي جدا. ايه اللي بقى بيخلي البيتزا ما تقعش معايا الحشوة؟ ترتيب الحشوة. اولا بجيب البصل بقطعه رفيع جدا، اهم حاجة تقطيعات البيتزا كلها تبقى زي بعضها وتبقى رفيع، يبقى في صبر كده شوية. تقدروا بقى تحشوها اي حشوة، مشروم، فراخ، لحمة، سمك، اي حاجة، خضار، اي حاجة تحبوا تحشوا فيها البيتزا. اصلا البيتزا دي بتتحشي اي حاجة، وشرايح الطماطم. وهنا بقى نضيف الجبنة الموتزاريلا. لما نضيف الجبنة الموتزاريلا ما خليهاش بقى تصطدم بالنار اول عن اخر، يعني ايه؟ يعني لازم يبقى في حاجات تاني فوق الجبنه الموزاريلا هي اللي بتخلي البيتزا تمسك في بعضها. ايه هي بقى الحاجات؟ هقول لكم دلوقتي حالا، بس يا ريت لايك حلو كده للوصفه، وكل ما اشتركش بقى يعمل اشتراك. بضيف بقى شرايح البصل، وبضيف الزيتون في الاخر خالص عشان هو اللي بيعمل منظر. والحاجه المهمه جدا عشان البيتزا تطلع معايا حلوه قوي قوي، ان انا بجيب شوكه واحاول ان انا اخرم عجينه البيتزا من تحت علشان البيتزا ما تقلبش معايا عيش، ودي يعني حاجه مهمه جدا. وعشان شكل البيتزا يبقى حلو زي بتاع بره، بجيب شويه صلصه كده وارشهم على وش الصينيه. كده نبقى خلصنا البيتزا بتاعتنا، ندخلها بقى على الفرن. اهم حاجة التسوية يا جماعة، تبقى الفرن متوسطة الحرارة، وما نشغلش الشواية الا بعد ما نتأكد ان العجينة استوت 100%. بعد كده نشغل الشواية لمدة دقيقتين بس، هتلاقوا الجبنة ساحت والعجينة بقت زي الفل. تقطعوها فورا عادي، لان بصراحة مش هتبقى حلوة جدا، تبقى زي بتاعت بره. شايفين المطة اصلا بتاعت الموتزاريلا، الموتزاريلا دي بيتي، وهسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك في صندوق الوصف. طبعا زي ما انتم شايفين هتقطعوها، تبداوا بقى تاكلوها لالف هنا وشفا. يا ريت بقى لايك حلو كده للوصفه. شايفين الموتزاريلا تحفه بجد بجد، والبيتزا وهميه وهميه، عجينه تحفه. تقدروا تستخدموا العجينه دي في انكم تعملوا بيها ميني بيتزا، تقدروا تعملوا بيها مخبوزات العشر دقائق، حاجات كتير جدا. الوصفه كده خلصت، اتمنى تعجبكم، واتمنى بقى واتشرف باشتراككم في قناتي. دوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. لايك وكومنت كده حلو للوصفه، ودايما يا رب اشوفكم على خير قريب.